السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بكاتة الفراخ بالمشروم وصوص الكريمة. هنعملها بطريقة سهلة جدا وطعم مختلف تماما عن طعم الصدور اللي احنا متعودين عليها. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت اول مرة تدخلي قناتي يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله. هنعمل وصفتنا النهاردة بطريقة سهلة جدا وبمكونات بسيطة قوي، وفي وقت قليل جدا هيكون جاهز معاكي احلى طبق بيكاتا بالفراخ. يلا بينا نشوف هنعمل البيكاتا الحلوة دي ازاي. هنحتاج 1/2 كيلو من صدور الفراخ مغسول ومتصفي كويس جدا، مفهوش ولا نقطة مية. هنتبله بملح وفلفل اسود ونص معلقة من البابريكا. انا هسيب لكم المقادير بالظبط تحت في الديسكريبشن بوكس، ياريت تبصوا عليها وتعرفوا المقادير بالظبط. هنتبل الصدور كويس جدا وهندخلها التلاجة مش اقل من 1/2 ساعة تتبل كويس. بعد ما خرجنا صدور الفراخ من التلاجة هنحط معلقة زبدة على طاسة سخنة على النار، وهننزل بشوية زيت، واول ما يسخنوا كويس هنبدأ نقلي قطع الفراخ. هننزل بالكمية كلها بالشكل ده، واول ما تاخد لون هنبدأ نقلبها على الجنب التاني. هي مش هتاخد وقت على النار خالص، واول ما تاخد لون على الجنبين هنبدأ نطلعها. وبكده بتكون اخر قطعة معانا في الطاسة. في نفس الصوص اللي اتبقى من الفراخ هننزل ببصلة كبيرة مبشورة، وهنقلبها كويس لحد ما تدبل خالص. احنا عايزين اللون البني اللي اتبقى من الصوص الفراخ دوت، هو ده اللي هيدينا لون البيكاتا الغامق شوية. هنقلب في البصل لحد ما تدبل خالص، وبعد كده هنبدأ ننزل بالمشروم. المشروم ده مش فريش، ده معلب علشان كده متقطع التقطيع الغريبة دي، لكن لو فريش هيكون شكله وطعمه طبعا احلى. هنشوح المشروم مع البصل دقيقتين كده، وبعد كده هنبدأ ننزل بمعلقتين دقيق. هنقلبهم كلهم مع بعض كويس، واول ما الدقيق ما يستوي هنضيف كوبايتين مية كبار، وهنقلبهم مع باقي المكونات. طبعا الدقيق هو اللي هيخلي الصوص يتقل شوية اول ما يغلي، بس هنتبق الاول بملح وفلفل. الوصفة دي بهاراتها مش كتيرة علشان ما تغيرش طعم الاكلة. ممكن كمان اللي مش بيحب طعم المشروم ممكن ما يحطش مشروم في الوصفة دي خالص، ويكمل باقي الوصفة بنفس المكونات، هيطلع برضو طعمها تحفة. اول ما الصوص ما يبدأ يغلي هننزل بقطع الفراخ المقلية. هننزل بالكمية كلها، ويدوبك بس نقلب تقليبة بسيطة كده، وهنضيف كوباية صغيرة من كريمة الطهي. ولو كريمة الطهي مش متوفرة عندك ممكن تستبدليها بنص كوباية قشطة على نص كوباية لبن، وتضربيهم مع بعض في الخلاط، هيكون عندك احلى بديل لكريمة الطهي. واول ما نضيف كوباية الكريمة مش هنخليها تغلي على النار خالص، يدوبك بس هنقلبها مع باقي المكونات وهنطفي النار على طول. كمان ممكن تتحكمي في قوام الصوص، لو بتحبيه اخف من كده واتقل تقدري تخففيه او تتقليه حسب راحتك. وبكده نكون خلصنا احلى طبق بكاتة فراخ بالمشروم وصوص الكريمة بطريقة سهلة جدا، وبجد طعم تحفة. الوصفة دي بتبقى حلوة قوي مع الرز الابيض او مع مكرونة بالصلصة، الاكلتين دول بيمشوا جدا مع الوصفة دي، طعمها حلو ومختلف عن الطريقة العادية. وزي ما قلتلكم لو مش بتحبوا طعم المشروم ممكن تستغنوا عنه، هيكون برضو الوصفة ان شاء الله طعمها حلو. وده شكل طبقنا بعد ما غرفناه، شايفين شكله حلو ازاي؟ وبجد طعمه احلى، والطريقة كانت سهلة جدا ومبسطة خالص. جربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي. وفي نهاية الفيديو لو الطريقة عجبتكم واستفدتم منها، ياريت لايك وشير وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد بنزله. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.